دلوقتي دي أغلى أوضة في مصر موجودة في اسكندرية، هوريكوا السعر دلوقتي. السعر بتاعها 93,000 جنيه بس لو حد عاوز يشتريها داخل كارفور اسكندرية. دي سعر غرفة النوم داخل كارفور اسكندرية زي ما احنا شايفين. الأسعار جميلة وممتازة للشباب، للي عاوزة تتجوز ممكن تيجي تشتري من هنا داخل كارفور اسكندرية. وده سعر الترابيزة 12,600 فقط، 610 بالكراسي. بكام كرسي؟ كام كرسي؟ ست كراسي فقط ب12,610 جنيه، وأهم حاجة 10 جنيه. ودي أوضة سفرة رقيقة جدا 18,900 فقط. ده السعر رخيص وممتاز للشباب اللي عاوزة تتجوز، ودي الأسعار داخل كارفور اسكندرية. ودي برضو سعر غرفة نوم سعرها 21,000. وسعر الانتريه ده قدامنا 20,800 داخل كارفور اسكندرية.